لجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الأشواط القادمة. مباشرة نسير مع مقدمة هذا الشوط سيلين في المركز الأول لهجن الشيحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني مياس لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر سلطان بن عبد الله بالشر الخاطري. المركز الثالث سلهود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر مطر بن سيب اللاحد الهاجري. وفي المركز الرابع، المركز الرابع والخامس سيلين لهجن الشيحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. وفي المركز السادس ناخذ اللي في المركز السادس صوغان لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر يمع بن عبيد بالدبيلة الفلاسي. وفي المركز السابع معشوق، في المركز السابع في هذه اللحظات معشوق لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر خليفة بن سالم بالصقعة. وفي المركز الثامن مياس لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز التاسع شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر محمد بن سعيد بن حلوة الاجتبي. وفي المركز العاشر وحيشان يا سلام المحركات شقالة والمحركات على أربع مراوح على مقدمة هذا الشوط مع سيلين، سيلين لهجن الشحانية بقيادة المضمر عملاق المضمرين سلطان بن محمد الوهيبي مضمرا ومدربا لدى سيلين. ها هو سيلين على مقدمة هذا الشوط. نغترم من لوحة الإعلان 1200 عن خط النهاية بقيادة سيلين، وسيلين في المقدمة يرقص يرقص منذ البداية وحتى هذه اللحظات وهو مسيطر سيطرة كاملة، سيطرة فعالة على مقدمة هذا الشوط ومحل الرقص في الفترة المسائية ومع الكبار. ها هو سيلين على مقدمة هذا الشوط يتجاوز لوحة الكيلومتر الأخير بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار وبكل انفراد، مسجلا الهاتريك لهذا الشعار هجن الشيحانية. تسجل الهاتريك على أرضية ميدان المرموم في هذا اليوم، في يوم التميز. ها هو سيلين تشاهدونه على شاشة التلفزيون. بانت المنصة، بانت المنصة في عين سيلين وهو في المقدمة. ركضت الغاي وعرت الغاي، لكن هني أخوه وزميله ورفيقه في العزبة وفي الأداء أيضا يلاحق سيلين. سيلين لهجن الشحانية بقيادة المضمر عملاق المضمرين سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثالث مياس، بدأ يتحرك مياس لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الرابع سيلين لهجن الشحانية أيضا بقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. سيلين اللي في المركز الثاني غير وبدل إلى مقدمة هذا الشوط، بدأ يعشق دبل على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سيلين، سيلين في المقدمة، سيلين في المركز الثاني، سيلين في المركز الثالث، مياس في المركز الرابع. يا سلام سيلين أيضا اللي في المركز الثالث يغير إلى مقدمة هذا الشوط. تهانينا لهجن الشحانية. وفي المركز الثاني سيلين ولا مياس؟ على العموم المركز الرابع سيلين لهجنة الشيحانية، وفي المركز الخامس شاهين لسمو الشيخ عبد الله بن أحمد المعلى. هذه النتيجة والتوقيت الزمني ساعة وصول سيلين إلى خط النهاية بعدما تجاوز لوحة 8 كيلومتر في زمن وغدرة 13 دقيقة 6 ثواني جزئين من الثانية. تهانينا لهجن الشيحانية، تهانينا للمضمر سلطان بن محمد الوهيبي والذي وصل في المركز الثاني سيلين 13 دقيقة 6 ثواني 8 أجزاء من الثانية. تهانينا أيضا للمضمر سلطان بن محمد الوهيبي والذي وصل في المركز الثالث مياس 13 دقيقة 6 ثواني 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، وتهانينا أيضا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. تهانينا للجميع والناموس.
مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل، نقدم لكم